السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم شوية عن فكرة البيم وأهمية البيم وإيه هي البيم مانجمنت وأهم التاسكات. ممكن حتى نقسم الفيديو على أساس ما الناس متزقش يعني. فهنتكلم عن مواضيع كتيرة في البيم مع بعض إن شاء الله، لأن في فرق كبير جدا بين البيم وبين البرنامج اللي انت بتشتغل عليه زي الريفت والحاجات دي كلها. فانت ممكن تشتغل مثلا على اركيكاد او ريفت او لكن بتشتغل بيه كانك بترسم سكتش اب او 3 دي ماكس او فما بيطلعش بالجوده المطلوبه. في حاجات كتيره جدا يعني زي ما تقول ايه، في جبل جليد في وسط الميه، لكن جزء ظهر صغير جدا لكن تحت كتير جدا. الجبال كلها بتبقى كده، بيبقى جزء فوق الارض وجزء كبير تحت الارض. فاحنا عايزين نعرف بعض المصطلحات اللي هنبدأ نشوفها مع بعض. ايه هو البيم؟ البي والاي والام. البي بيلدينج، فاي حاجة الانسان بيبنيها زي الطرق زي المباني زي المطارات كل الحاجات ديت، وحتى بعد ما المبنى بيخلص بيفضل برضو بيستخدم البيم. الاي انفورميشن، لازم يكون فيه معلومات موجودة، ما ينفعش مثلا تبقى حاجه 3D لكن ما فيهاش انفورميشن. الام هي المانجمنت او اداره المشروع. في حاجه مهمه قوي الا هو موضوع الكولابريشن، لازم يكون في كل المراحل تبادل للمعلومات وتعاون بين جميع الاقسام وجميع الشركات وكل الناس في موديل واحد، بتحاول ان هي تطوره، تحاول انها تعظم الاستفاده منه. بيبقى فيه معلومات كلها اللي احنا ممكن نحتاجها، ما بنحطش معلومات زيادة لكن بنحط المعلومات اللي احنا محتاجينها. كل مرحلة من المراحل بناخد نفس الموديل بتاع المرحلة اللي فاتت ونبدأ ان احنا نزود عليه. في اول حاجة خالص لسه فكرة عادية، فبنبدأ نحط كده موديل مبدئي، وبعد كده نخش مرحلة الديزاين، مرحلة الكونستراكشن، مرحلة الاوبريشن، مرحلة المينتيننس والصيانة. فطيب قبل ما ابدا في المشروع لازم اكون عارف العميل عايز ايه، فلازم اقعد معاه ونعمل مع بعض الاي اي ار اللي هي employer information requirement، المعلومات اللي هو عايز ايه في المشروع او عايز مننا ايه كخدمه بيم سيرفيس. تمام، وبنبدا نشوف التعريفات، هل هي نفس الفكره ولا في اختلاف بين اللي هو عايزه واللي احنا عايزينه او اللي احنا هنقدمه، ومواعيد تسليم المعلومات، وايه شكل الحاجه اللي انت عايزها. يعني ممكن يكون هو عايز الموديل بيم عشان حاجه معينه، عشان صيانه مثلا، عشان شوب دروينج، ايه اهم حاجه بالنسبه له. فلازم نكون فاهمين احتياجات العميل كلاينت نيدز، وكل مرحله من مراحل المشروع هنستخدم البيم فيها ازاي، ونعظم الاستفاده من فكره البيم. وعندنا جرافيكس داتا وران جرافيكس داتا. جرافيكس داتا الحاجه اللي هي 3 دي وشايفها قدامك اهو، وران جرافيكس داتا اللي هي الانفورميشن لو علمت على مكنه مثلا وتدخل المعلومات بتاعتها. عندنا 3 دي موديل وبنقدر ناخد منه 2 دي دروينج اللي هي السكاشن والبلانس سيلينج مثلا، او كل البلانات وكل القطاعات نقدر ناخدها من 3 دي موديل. فلو حصل اي تعديل في 3 دي موديل، التعديل بيحصل اوتوماتيك في 2 دي دروينج. نان جرافيكس داتا اللي هي الكالكوليشن، الروم داتا شيت، الاسكادولات، كل المعلومات ديت لازم تكون موجوده في قلب الموديل. طب ليه البيم؟ عشان بنزود الانتاجيه، بيكون عندنا تنبؤ بالمشاكل اللي ممكن تحصل، بنسرع عمليه الشغل في الموقع لان احنا بنبعت المصنع فهو يعمل لنا الحاجة مظبوطة ويبعتها لنا، وبيبقى المعلومات واضحة كلاريفاي، بيبقى فيه معرفة بالمشاكل قبل ما تحصل، بيبقى فيه كولابريشن بين كل الأقسام، بيبقى فيه تقدير للتكلفة بشكل قوي، وفي موضوع الصيانة ده برضو موجود. فطول ما احنا شغالين في المشروع عندنا معلومات واضحة، عندنا نقدر على اساسها ناخد قرار معين، في ريكورد بكل حاجه بتحصل في المشروع.
طيب ايه التحديات اللي بتواجهنا عشان نطبق البيم؟ اهم تحدي انا شايفه اللي هو الفكر نفسه بتاع الاداره، او الفكر نفسه بتاع المهندسين. هم شايفين مثلا لا احنا اتعودنا على حاجه معينه، خايفين من الحاجه الجديده دي، لا ما نقدرش مثلا نعملها او نتعلم بشكل خاطئ، او يعني الموضوع يطول معانا. فمحتاج ان تتغير الثقافه بتاعتهم، وتبداوا حتى بحاجه صغيره خالص، وتبدأ تعلي المهارات بتاعتهم، وإن هم يعتمدوا على نفسهم في إن هم يبنوا موديل حتى لو كان صغير. بالتدريب برضو مشروع 2 3 بياخدوا ثقة من نفسهم، ويبدأوا إن هم يعتمدوا على فكرة البيم. في مشاكل تقنية شوية، تمام، ممكن يكون في معلومة احنا مش عارفين إنها تتعمل إزاي، فده ياخد وقت. فعشان كده لازم يكون في بيم مانجر مسؤول عن حل المشاكل. في برضو موضوع السكيلز اللي موجودة في السوق. لذلك مثلا يعني من ضمن الحاجات اللي اشتغلت فيها، كنت مساعد باحث في جامعة قطر على أساس قطر تطبق البيم ولا لأ. فالدكاترة اللي أنا كنت شغال معاهم قرروا لأ، السوق فعلا ما ينفعش إن احنا نخلي البيم إجباري، لأن ده هيعمل ربكة في السوق. فلأ احنا نستنى شوية، لكن المشاريع الحكومية الكبيرة لازم تنزل لها محتاجة بيم. فده يدي دفعة للناس انها تبدأ تعتمد وتشتغل بيم. الفكرة كلها ان احنا بنحاول ناخد المزايا من اي تكنولوجيا جديدة. دي الاستراتيجيات بتاعة البيم. اهداف المنظمة لازم تكون واضحة، الاستراتيجية تكون واضحة، البيم بوليسي عند الشركة بتاعتي. اي شركة بتعوز انها تعمل حاجة زي كده بنقعد معاهم ونعمل لهم حاجة خاصة بيهم. مفيش حاجة اسمها هناخد اخر حاجة اتعملت من شركة تانية، لا، كل شركة بيبقى ليها حاجة خاصة بيها مناسبة ليها، ومناسبة لحجمها، ومناسبة للأنشطة اللي هي بتعملها، ومناسبة للأهداف بتاعتها، كل الحاجات ديت. فلازم بنقعد نعرف الاستراتيجية بتاعت الشركة، مدى النمو بتاعها، ايه الأهداف اللي هي عايز يحققها في الفترة اللي جاية، ايه المشاكل اللي موجودة، بنعمل تقييم للمشاكل في الشركة وازاي نحلها وازاي نوصل لأفضل حل ليها. والحمد لله عملنا كده في دول كتيرة زي مصر وقطر والسعودية. بنعمل بولسي او اتفاقية هنمشي ازاي، وازاي انها تدخل في قلب ده. سيمبل مثلا او مثال لفكرة البولسي، وتكون مناسبة مع او متفقة مع كل الحاجات اللي موجودة في الشركة. ما ينفعش حاجة خدها كوب بيست من مكان لمكان اخر. طيب ازاي بقى بندخل الاستراتيجية جوه الشركة؟ فاحنا بيبقى عندنا عارفين الهدف بتاعنا اللي في الاخر، بنبدأ نشوف السكيلز اللي محتاجها ايه الشركة. بعد ما نقيم الناس بنبدأ نديهم تعليم للموضوع، بنبدأ نشتغل على مشروع معين، ونبدأ ان احنا نطبق فيه كل الاستراتيجي. ممكن بعد ما حطينا الاستراتيجية لما اشتغلنا نضطر ان احنا نعدل بعض الحاجات مثلا في الستاندرد. في كل شركة او في كل مكان بنلاقي ان احنا محتاجين نغير شوية. في مرة مثلا في شركة من الشركات في قطر كنا خدنا الكود البريطاني وظبطنا عليه كل حاجة، لكن لا، البلدية بتحب تستلم بنظام معين في التسمية بتاعت ملفات الكاد والبي دي اف. فخدناها من شفنا البلدية بتاخد بأني كود، واشتغلنا بالكود الأمريكي اللي هي بتشتغل بيه. دي الاستراتيجية بتاعتنا. بقى في حاجات في التكنيكال، وفي حاجات في المانجمنت، وفي حاجات في الاستراتيجية نفسها. التكنيكال دي بقى حاجات مع المهندسين الموجودين في الشركة، وبعد كده المانجمنت، وبعد كده الاستراتيجية. ودي الوثائق دي بتبقى موجودة، أي حد في الشركة بيبدأ إن هو يطلع عليها، وممكن لو حد عنده تعديل يقوله لنا ويعدل، ما ينفعش هو يعدل من نفسه أو هو يقول لأ أنا عاجبني حاجة تانية. لأ، لو كلام مقنع كلنا هنشتغل بيه. بقى البروجكت بنختار مشروع يكون حقيقي مش مشروع وهمي، ونبدأ إن احنا نشتغل فيه، بس بيكون له شروط معينة، الحجم بتاعه، المدة، والحاجات دي كلها، وبنبدأ إن احنا نطبق عليه. طبعا بنقعد مع العميل ونعرف هو عايزه ايه، ونشوف لازم تكون الرؤية واضحة. هل العميل ليه متطلبات مخالفة للمتطلبات بتاعة الاسيت، الناس اللي هتشغل المبنى، او متطلبات المنظمة اللي شغالين فيها، او حاجة من المتطلبات بتاعة الدولة، هل في اختلاف؟ إيه هو عايز يستخدم البيم ليه؟ ايه اللي خلاه هو مجرب بس ان هو مطلوب، ولا هو عايز يعظم الفايدة؟ ممكن يكون مطلوب، فاحنا نقول له والله انت ممكن تعمله وتستفاد من 1 2 3، ونشرح له ايه الاستفادات اللي احنا ممكن نحققها من البيم، وهو يختار ايه الحاجة اللي مناسبة ليه. بعد ما نوضح له ويبقى لينا توجه معاه، لا احنا ممكن نستخدمه في
الاناليسيز، ممكن يستخدموه في الكوميونيكيشن، ممكن يستخدموه في ان انت تشوف الموديل في اي لحظه من اللحظات تاكد ان الموديل شغال ولا لا، ممكن نستخدمه في الاسيت موديل، ممكن نستخدمه في اللي احنا نكتشف المشاكل وهكذا. كل الامكانيات بنقول له، طبعا هو يختار الحاجات، مش يقول لك لا اعمل لي بيم كل حاجه، لا بيم كل حاجه هياخد وقت كتير وهياخد تكلفه، ممكن يكون في بعض الحاجات احنا مش محتاجينها، فلازم نحدد ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها مع المالك. المالك مش مقصود بيها شخص معين، مقصود بيها الناس اللي شغاله في مع المالك نفسه، ممكن يكون عنده فريق او شركه بتعمل الحاجات ديت، فنبدأ نتعاون معاه. طيب كفاية كده 10 دقايق عشان ما يطولش ونكمل فيديو تاني.